to one side. And it's Morris! ما بين جوارديولا ورياض محرز رواية ظالم بسوابق تاريخية على نجم نجوم الكرة الجزائرية لأن محرز نجم عالمي بكل ما في الكلمة من معاني صار جوارديولا يعاني مدرب إسباني يمقت النجوم لم يقدر إلا على ليو ميسي اسألوا عن جنان الكاميروني ساميريتو والسلطان زلاتان والغزال الفرنسي تيريوري والفيل الإيفواري يايا توري وكم عانوا إلى أن سألوا الرحيل متقلين بظلم وجبروت هذا المدرب الإسباني كل العالم يشهد بأفضلية رياض محرز كل مدرب يتمنى رياض في فريقه إلا بيب جوارديولا الذي سقط عن وجهه الحقيقي قناع كره للنجم الجزائري حرام عليك ولا حرام كما قلتها زمان للاعب يوسف بن عيون أكررها لك اليوم يا جوارديولا يا ظالم لفيوم رياض حاليا أفضل أهداف السيتي رغم ابتعاده على التشكيلة رفقة ستيرلينج بأربع أهداف لا يشارك لا أساسي ولا يدخل أثناء اللعب